وللوقوف عند الأزمة المائية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم المتخصص بشأن المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بكم. يعني متخصصون يقولون إن العراق دخل مرحلة الفقر المائي وهذه تقود إلى الجفاف. بداية من الناحية الفنية دكتور، نريد أن نعرف هذه المصطلحات وإلى أين وصل العراق؟ في الحقيقة هناك زيادة في الحرارة في الكرة الأرضية، ونتيجة تغيرات تأثيرات مختلفة. التغير الحراري هذا بالحقيقة منطقة الشرق الأوسط هي أكثر منطقة تتأثر في هذا الشيء. فكل الدراسات تشير إلى أن درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط هي عالية أكثر نسبيا من أي مكان في العالم. ومنطقة الشرق الأوسط معروفة بأنها منطقة جافة إلى شبه جافة، لأنه معدل سقوط الأمطار السنوي في المنطقة بصورة عامة بحدود 160 أو 166 مليمتر بالسنة، فهذا الرقم يعتبر منخفض جدا. بالنسبة للعراق، العراق يمتاز عن بقية منطقة الشرق الأوسط بوجود نهري دجلة والفرات وروافدهما اللي يعتمد عليها العراق بشكل رئيسي لسد الاحتياجات المائية للبلد. لكن نتيجة التغيرات المناخية، والسبب الثاني الرئيسي المهم جدا هو قيام دول الجوار ببناء السدود في المنطقة وإقامة المشاريع الإروائية، وهذه طبعا تستهلك كميات كبيرة من المياه. وهذه المسألة بدأت من السبعينات، فسوريا وتركيا وإيران بدأوا بمشاريع إروائية وإقامة سدود على هذه الأنهار وروافدها. هذه المسألة بالحقيقة مثل ما ذكرت قبل قليل مو جديدة، من السبعينات بدأ. طيب دكتور، لكن كان دكتور مفاوضات حول الموضوع. طيب دكتور، لو نناقش نقطة بنقطتها، يعني أنت ذكرت أن ارتفاع درجات الحرارة وأيضا ندرة سقوط الأمطار في هذه المنطقة بالذات، لكن ألا تدرك الحكومة، حكومة العبادي ومن قبلها ومن قبلها، طبيعة المناخ؟ لماذا لم تتخذ إجراءات حقيقية إزاء كل ذلك دكتور؟ هاي المشكلة هي بالحقيقة سوء إدارة الملف المائي. في الثمانينات أنشأت الحكومة العديد من السدود، مثل سد الموصل، سد حديثة، سد حمرين، سد العظيم، لتلافي هذه الأزمة. إلا أن الوضع طبعا بدأ يتدهور بالتسعينات عندما فرضت الأمم المتحدة الحصار على العراق، وكان هناك مثلا بعض السدود تحت الإنشاء توقف إنشاءها، مثل سد بادوش مثلا. أما بعد 2003 فنجد أن وزارة الموارد المائية، ومع الأسف لم يكون هناك وزيرا متخصصا في الموارد المائية أو مارس اختصاص الموارد المائية في حياته. فلما نسلم وزارة فنية إلى شخص ليس له علم بقضية الموارد المائية، طبعا ما نتوقع وجود أي خطة استراتيجية لتلافي الأزمة. طيب، فهذه هي المشكلة. يعني الوزارة المعنية في هذا الموضوع هي وزارة الموارد المائية. يعني ما يجي رئيس الوزراء هو يفتي في موضوع المياه، أو وزير الداخلية أو وزير الصحة. طيب دكتور، سنناقش معك كيفية حلول هذه الأزمة، ولكن لابد أن نعرج إلى كلمة أو تصريح لرئيس الوزراء حيدر العبادي، قال بأنه لا توجد مشكلة في مياه الشرب، والمشكلة تكمن في مياه الري. بصفتك خبيرا، هل هذا التصريح دقيق دكتور نظير؟ يعني
تعتمد شلون انت تريد تفسر الموضوع. التفسير للموضوع يمكن انه مياه الري هي تاخذ بحدود 85 الى 90% من المياه المستهلكه بالعراق، ومياه الشرب تقريبا بحدود 5 الى 8% من المياه المستهلكه. اذا طبعا احنا وقفنا اي شيء لاغراض الري فممكن انه نشرب مي، المياه تكون كافيه، لكن هل هو هذا العلاج الصحيح؟ يعني اذا نشرب مي ونعوف الزراعه، هنا السؤال. دكتور، تعتقد أن الأزمة يعني تحمل في طياتها ربما خللا سياسيا بين دول الجوار وبين العراق؟ هل تستبعد ذلك؟ طبعا يعني هي دول الجوار بصراحة استغلت الوضع، ضعف الدولة، طيب ضعف الحكومة، والحكومة ملتهية عندها أولويات أخرى غير ملف المياه، لأنه ملف المياه تعتبر الظاهر شيء ثانوي. فلذلك نلاحظ أنه المشاريع سواء في إيران أو تركيا قامت معظمها بعد 2003، وظهر تأثيرها الآن. طيب دكتور، إذا ما تحدثنا عن الحل، خبيرا أنتم في هذا المجال، يعني نعم، ما هو الحل لتلافي أزمة المياه في العراق حاليا؟ ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة دكتور نظير؟ هناك يعني الحل واضح بالحقيقة، مو شيء جديد يعني جاي أتكلم عنه. هذا الكلام من الثمانينات بدأوا كثير من الباحثين والخبراء يتكلمون عنه، وحتى أنا ذكرتها البارحة بالحقيقة على قناتكم في أطروحات في أمريكا وأوروبا حول الموضوع. الحل هو إلى جانبين، الجانب الأول هو التعاون الإقليمي، يعني معناها أنه لازم تكون هناك مفاوضات جدية مع دول الجوار لتخصيص الحصص المائية لكل دولة. طبعا هذا الشيء لا يتم بسهولة، السبب أنه إيران وتركيا هي تملك منابع نهري دجلة والفرات ورافدها، روافد معظم روافد دجلة هي في إيران، ونهر دجلة والفرات منابعه في تركيا. فلذلك هذه الدول لا يمكن أن تجلس وتتفاوض مع العراق بشكل جدي إلا إذا كان هناك محفز إلى هذه الدول لإعطاء حصة العراق المائية. هذا المحفز من الممكن أن يكون مثلا أن العراق يمنح هذه الدول سعر تفضيلي في النفط مثلا، إضافة إلى ذلك حتى تكون هذه الاتفاقيات نافذة وملزمة يجب أن يكون هناك وسيط ثالث. الوسيط هذا أو الجهة الثالثة لها مواصفات، مو أي وسيط أيا كان. هذا الوسيط له ثلاث مواصفات مهمة. الشيء الأول يجب أن يكون له ثقل سياسي على المستوى الدولي، يعني إلى تأثير سياسي بين دول العالم، فلذلك تسمع كلمته. الشيء الثاني من مواصفات هذا الوسيط أن يكون يمتلك القدرة المادية على تمويل مشاريع في الدول المتشاطئة سواء تركيا أو إيران أو العراق، طيب. فهذا يجذب هذه الدول إلى مائدة المفاوضات بشكل جدي. نعم دكتور. نعم. للوصية أنه يملك القدرات التقنية اللي ممكن أن تجذب الدول المتفاوضة للاستفادة من هذه التقنيات في مشاريع مختلفة. دكتور، بكلمة واحدة، من هو هذا الوسيط من وجهة نظركم طبعا؟ ثلاثة من الممكن أن يحوون هذه المواصفات: المجموعة الأوروبية، نعم، الولايات المتحدة الأمريكية، نعم البنك الدولي. نعم دكتور، من ستوكهولم المتخصص بشؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.